هذه عبير مهووسة أفلام، بس دايما محتارة وش تشوف، فيلم ولا مسلسل، رعب ولا كوميدي، بالبيت ولا بالسينما. بس عبير ما احتارت بفتح حسابها أونلاين، لأنها اختارت البنك السعودي الفرنسي وصارت تدفع أونلاين. الحين مع البنك السعودي الفرنسي صار يمديك تفتح حسابك أونلاين بدقائق، ولأول مرة في المملكة تحصل على بطاقة مدى رقمية وتستخدمها مباشرة وتشتري اللي ودك أونلاين ولا بنقاط البيع. ولو ما عندك رصيد، بسيطة، غذها من أي بطاقة بنكية ثانية، وكل ما زاد استخدامك زاد رصيدك بنقاط مكافآت جنة.